وليدي حمزه اش جا تقلي انت كتفهم في هادشي اش وي اش داكشي الوالي والو دخلت الموقع ديال الطبيب كنقلب على شي نصائح طبيه صح ما لقيت والو واسميت الدكتور بعدا هذا واحد الطبيب قال لك سميتو الدكتور دري ها الدكتور دري السلام عليكم كنا فاش كنمرضوا كيكونوا عندنا جوج الحالات كنديروهم يا اما كنمشيو عند الطبيب يا اما كنمشيو عند اولا كنستعملوا الحالة الثالثة وهي نمشيو نقلبوا في الانترنت على المرض ديالنا الان مع الانترنت وليتي تقدر تشخص الحالة ديال المرض ديالك وذلك على مواقع متخصصة اولا على دي فورم هاد المواقع اللي ولات مهمة بزاف خصوصا لينا حنا المغاربة لاننا شعب ما كنحملوش نمشيو عند الطبيب وطبيعة الحال شنو كيوقع يا ربي يا كنمرض قلت كنت عند معايا ياك وتن على ضدك والله الا مشيت للطبيب المرضى عباد الله كيقنط وكيشوف تيعي وكيزيد في حاله هاد النوع ديال التشخيص ديال الامراض في الانترنت بدا كيتطور بشكل كبير السنوات الاخيره حيت ان الاحصائيات ديال سنه 2014 تبتات انه دار 100 مليون تشخيص في الانترنت حول العالم بارتفاع نسبته 400% بالمقارنه مع سنه 2013 والاغلبيه ديال المرضى اللي كانوا كيقلبوا على التشخيص ديالهم في الانترنت هما عباره عن امريكيين او كنديين باكثر من 75 مليون استشاره اي الناس اللي كيهتموا بصحتهم بغيت نولي امريكاني كان السبب الرئيسي وراء هذا النوع ديال التشخيص عبر الانترنت والانتشار بطبيعه الحال ديال الهواتف والحواسيب ثم انتشار الانترنت وبطبيعه الحال هذا النوع ديال المواقع وديال لي فوروم كيكون مفتوح 24 ساعه على 24 ساعه يعني بطبيعه الحال كاينك من داك ديبلاسمون دوك رانديفوات ثم من الاسباب ديال الارتفاع ديال العدد ديال هاد لي فوروم دو ديسكيسيون الخاصين بالتشخيص ديال الامراض هو الارتفاع ديال العدد ديال المسنين خصوصا في الدول المتقدمه هذا النوع ديال المواقع اللي كيساعدهم انهم يشخصوا الامراض ديالهم بلا معاناه والان ضروري تقلبوا واش عندكم شي حبوب تحت اللسان ديالكم ها انا سي طبيب ها 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 راه لساني كله حبوب ها انا راني كل حبوب هنا هنا ها 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 المواقع اللي فوقهم الخاصين بالتشخيص ديال الامراض كتكون غنيه بالمعلومات وكتلقى فيها مجموعه ديال الحالات ديال الاشخاص اللي تعرضوا لواحد انواع ديال الامراض وفي هذه المواقع ايضا كتلقى مجموعه ديال النصائح بل تقدر دير فيه حتى واحد التشخيص ذاتي للحاله المرضيه ديالك وكذا باش كتحط الحاله المرضيه ديالك يقدروا يستافدوا منها اشخاص اخرين والصراحة هاد الحالة ما عمرها ما دازت من قدامي مشكلة هادي ويكيبيديا بل كاينين ايضا حتى مواقع ممكن يخرجوا لك اوردونونس ويقولوا لك شنو هو النوع ديال الادويه اللي تقدر تحتاجها في الحاله ديالك ولو انه بان لي ان هذا النوع ديال المواقع في المغرب كل ما يخرجوا لك تريتمون واحد وهو البوماده الصفراء العجيبه معجزه طبيه مغربيه ولكن ماشي مشكل المهم بعدا ان هاد المواقع غادي يهنيونا من دوك الهيروغليفيه ديال دوك لي زوردونونس ديال لي ميديسان هم بالمواقع الشهيره في هذا المجال كاين موقع ميديسان ديريكت موقع وينغو سونتي موقع دكتور كليك واشهر هاد المواقع هو الموقع ديال دوكتيسيمو المشكل الان هو ان هاد النوع ديال المواقع خلق واحد الجدل كبير حيت انها لغات داك العلاقه المباشره ما بين المريض والطبيب المختص وهذه مساله خطيره لان الناس بطبيعه الحال ديما كيفضلوا الحاجه السهله والحاجه الرخيصه الى درجه اننا ولينا كنسميو هاد النوع ديال الكونسلطاسيون في الانترنت بالميديسين فاست فود ثم الاسئله والاجوبه والحالات المرضيه اللي كنلقاو في هاد المواقع كتختلف من شخص لاخر فما يمكنش انني نشخص الحاله المرضيه ديالي انطلاقا من الحاله المرضيه ديال شخص اخر فبطبيعه الحال الطبيب تيكون ضروري في هذه الحاله لهذا في هذا النوع ديال المواقع تيكون فيها في غالب الاحيان مجموعه ديال المعلومات اللي كتكون مغلوطه ولا غير مراقبه هذا الشيء علاش مجموعه ديال الدول بدات كتقنن هذه المساله وفرضت على مجموعه ديال المواقع انهم ضروري يكونوا مراقبين من طرف اطباء ودكاتره مختصين يلا ولدي يلا طفي داك المشقوف يلا نديك عند الطبيب يدوز لك يلا لا بلاش الطبيب الوالد انا نشوف الانترنت على لقى شي دواء لا لا ما كاين لا انترنت لا والو خاصك تمشي عند الطبيب ضروري خاصك تدق لك البره يلا سربي راسك يلا حمزة 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 ايوا سيادنا واخا بصح انه كاين شي حالات اللي ما كتستدعيش اننا نمشيو عند الطبيب ولكن راه الزياره ديالو كتبقى شي مهم ايوا قولوا باز وصافي نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله